صلى الله بركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بكامل الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم جيتكم في نهار جديد، في وصفه جديده ان شاء الله غتلقى اعجاب ديالكم. وهاد الوصفه مقادير بسيطه بسيطه بزاف، غتعجبكم ان شاء الله بزاف. الوصفه المسمات بعين بقره. ان شاء الله غادي نحتاجوا ليها لهاد المقادير، غنحتاجوا واحد كيلو ديال الكاوكاو مقلي ومطحون، كيلو الله رب تقريبا مقلي ومطحون. وعندنا هنا العسل، فين غنجمعوا به هذا الكاوكاو هذا. المهم هادو هما المقادير اللي فيه، ونتمنى يلقى اعجابكم، ونبداو على بركة الله في الطريقة ديال التحضير ديالها. كما كتشوفوا غادي نخويو العسل تماكين في الكاوكاو. هاد العسل اللي درك كان في الثلاجة، هاداك الشيء اللي كيبان لكم بحال هكا بحال هكا. وغنبداو نجمعو باليدينا الخليط. كما كتشوفوا الخليط بدا كيتجمع. الوصفة كما كتشوفوا راه ساهلة ساهلة، اي واحد اللي يمكن ليه يديرها بالدار، وكتجي بنينة ولذيذة. وهاد الوصفه ما كتحتاجش لا طيب لا فران لا والو، ياك كديروها كديرها في الثلاجه. هاد العجين هادو غناخدو غنديرو في كويغطات صغار. وريا وريا تشوف له ماشي. غناخدو وحده بوحده صغيره وغادي قربيني قربي ليهم سنت هي سير شي كيما كتشوفوا نديرو عاشقة. غادي بحال غادي نديرو نثقبوها من الوسط، كدير فيهم شي حاجة هذيك الوسطى باش غنديرو فيهم هذيك البلاصة اللي مثقوبة. غنديرو فيهم انتما غتعرفوا شنو غنديرو فيهم، غنديرو فيهم الشوكولاط ان شاء الله. كنقول لك نكمل الخليط كله.
المهم كنبقاو غادي على هذا الشكل هادو حتى نكملهم حتى الاخر. ما كملناهم دابا هادو غنعمرهم دابا بالشوكولاط. خدينا واحد الشوكولاط ذوبناه في باماري. المهم تقريبا درنا بوش وذوبناه. شوفوا نتوما شحال ديال الشوكولاط غتجيبوه. المهم وغنعمرهم بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا. المهم كنبقاو نعمرهم بحال هكايا حتى كنكملهم كاملين. وكد صافي وكديرهم في الثلاجه ياك. عاود دير لهم عاوتاني شوكولاط ابيض من الفوق في نفس الحفره في نفس الثقبه. كما شفتوا قلت لك تعاود دير لهم الشوكولاط من الفوق في نفس الثقبه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما عمرناهم شوكولاط ابيض وشوكولاط كحل. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما عمرناهم بالشوكولاط الابيض والشوكولاط الكحل. هذا اللي سميتهم عين بقره. وما ندير نيت بحال ديال العين بقره فيهم الشوكولاط الابيض والشوكولاط الكحل بحال العين نيت. المهم نتمنى يكون عجبتكم الوصفه وعجبكم لا فيديو. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفي فيديو جديد. يلا تهلاو اخوتي بسلام عليكم.